بغداد العاصمة العربية التي تملك جامعة بغداد من أشهر الجامعات على مستوى العالم العربي والعالمي أجمع، وبلد 30,000 عالم قبل أن تدخل العراق في مغامرات صدامية أنهكت هذا البلد الكريم. بغداد بلد الرافدين، بلد الحضارة التي قبل 6,000 عام التي خرج منها أول قانون للعالم، قانون حمورابي، بلد بابل، الحدائق المعلقة، الثقافة والتاريخ. لا نستغرب على العراق أن تقيم في 28/8 بيوم السبت الفائت مؤتمر سمي مؤتمر الشراكة والتعاون، وكما قال وزير الخارجية العراقي هو مؤتمر جمع الأضداد، والأضداد يقصدون أنه إيران التي آذت العراق بالتدخلات في هذا البلد الكريم واعتبرته حديقة خلفية، آذت سوريا، آذت لبنان، آذت اليمن، وآذت مختلف دول العالم في أفريقيا وأمريكا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، شرها في كل مكان. ولكن العراق أراد أن ينجح في هذا المؤتمر، وهو يعتبر نجاح لدولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. العراق كان قبل هذا المؤتمر مؤتمرين في 1982 كان مؤتمر السابع لقمة عدم الانحياز أقامه الرئيس الأسبق صدام حسين، وفشل هذا المؤتمر لأن إيران تدخلت فلم تحضر وفجرت وزارة التخطيط العراقية.